وواحد بيقول هناك تساؤل، هل لرتبة القموسية معاد معين؟ يجي اللي بعد تأسيس ولا هل لرتبة القموسية معاد معين؟ لأننا نرى أنها تؤخذ لآباء كهنة بمدة قصيرة في الكهنوت، وهناك كهنة لهم 38 سنة لم ينالوا هذه الرتبة، علما بأننا نرى منهم خدمة كبيرة ومحبة. صدقوني أنا شخصيا ما خدتش رتبة القموسية لغاية دلوقتي، يعني بقيت قسيس وكان منين ما اسقف في الدير يهزم عليا برتبة قمص، كنت اقول له ايه اللي بيعمله القمص وما بيعملوش القسيس؟ هو ده هو ده. وفضلت لغايه لما ترسمت اسقف وانا ما خدتش رتبة قمص، عشان كده من داخلي ما بشوفش ان اللي بياخد الرتبة دي يعني حاجه تميزه، إلا لو كان ليها نوع من التدبير. أنا المشكلة بالنسبة لي إني على حسب نظام الكنيسة، إن الكنيسة ما يكونش فيها غير قمص واحد، ما يكونش فيها غير إيه؟ غير قمص واحد. والقمص هو كبير الكهنة واللي بيدبر أمور الكهنة الباقية على حسب النظام القديم. ودلوقتي في كنايس فيها 8-9 كهنة، وفي كنيسة فيها 10، وفيها قمص. يبقى ايه لازم نعمل امام صمناء والجديد؟ هل مجرد يعني فخامة الرتبة؟ لا، ما عندناش احنا الحاجات دي. عندنا ايه اختصاصات كل رتبة من الرتب؟ وحتى في الكنيسة الاولى ما كانش فيه غير اسقفة وقصوص وشمامسة، ما كانش فيه رتبة قمص، دي جت فيما بعد يعني. لكن بيحصل اذا كان يترسم امامصة لهم مدة قليلة، فتكون بالنسبة لمسؤولية معينة اخدوها، مسؤولية معينة اخدوها. وانا لما بشوف ان في مسؤولية معينة اخدها ناس، بتبقى دي سبب لرسامة قمص. ومع ذلك نحاول نشوف مرة من المرات رسامة بعض الأمامصة، بس تكون مفاجأة، لأن لو أعلمنا هنلاقي القصوص كلهم جايين يقولوا نحن أيضا. تعزيتي للآباء القصوص اللي ما بقوش أمامصة إن كل ما يعمله القمص بيعمله القسيس. ايه اللي ناقصكم قولولي عليه، ان كان ناقصكم حاجه نديها لكم. مجرد لقب يعني؟ الكهنوت مش مجرد القاب، مسؤوليه وشكر.